في 25 من تشرين الأول، احتجاجات 2019 تستعيد زخمها من جديد، والمتظاهرون ينصبون الخيام. هذا اليوم الذي يعد من أكبر أيام الاحتجاج وأقساها قبل عامين، بعد أن وقع فيه عشرات الشهداء ومئات الجرحى بفعل رصاص القناصين والقنابل المسيلة للدماء. وعشية اليوم تستعد بغداد ومثلها مدن عراقية للاحتفاء بالذكرى عبر فعاليات في حدائق أبو نؤاس واحتجاجات رمزية في ساحة التحرير للمطالبة بمحاسبة قتلة المحتجين. التاريخ لا يعيد نفسه، قبل عامين كانت المطالب تنحصر بانتخابات مبكرة وقانون جديد لها واستقالة حكومة عبد المهدي، أبرز ما جاء في هذه الوثيقة التي كتبت في النجف وأقرتها بغداد تحقق اليوم. هنالك تنسيق وتنسيق عالي المستوى ولحد الآن، ونتأمل أن يتوسع هذا التنسيق وأن يكبر ويشمل كل القوى الوطنية التي ترى بأن هذا النظام وهذه الانتخابات وهذا الشكل العملية السياسية لا يوزع مراكز القوى. وبعد عامين من الاحتجاج، الفائزون في اقتراع تشرين والمقاطعون له في جبهة واحدة عقب انتخابات حملت كثيرا من المفاجآت والتناقضات، اليوم يخوض الناشطون حراكا شعبيا وسياسيا عبر حوارات أولية تنظمها قوى المعارضة بهدف تنسيق المواقف داخل البيت التشريعي وخارجه وتدشين إطار تنسيقي موازي.